يصف خبراء الانتخابات المقبلة بأنها الأكثر حيرة منذ 2003 فيما يخص مشاركة الناخبين من عدمها، ويجدون صعوبة كبيرة في التوقع. طيف من الخبراء يرجح أن تكون المشاركة ضعيفة، مستندين إلى أكثر من 6 ملايين لم يتسلموا البطاقة الانتخابية، فضلا عن شعور اليأس والإحباط المخيم على الشارع بسبب عدم وجود وجوه بديلة تشجع على التغيير، أهمها غياب كيانات من حراك تشرين عن السباق الانتخابي. لكن حسين الهنداوي مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات أبدى ثقة كبيرة في أن تكون العملية الديمقراطية المقبلة ناجحة، وأخبر يوتيفي بأن تفعيل النظام البيومتري ووجود مراقبة دولية إضافة إلى عدم مشاركة الحكومة بالانتخابات عوامل مهمة ستدفع نحو المشاركة الفاعلة، يضاف إليها الاهتمام الدولي الكبير مقارنة بالانتخابات السابقة. مراكز بحوث علمية أجرت استطلاعات لمعرفة رغبة المواطنين في المشاركة بالانتخابات، وتوصلت إلى أنه رغم صعوبة التنبؤ بعددهم فإن النسبة قد تنحصر بين 40 إلى 50% بعد اعتماد الدوائر الصغيرة في قانون الانتخابات الجديد. وبحسب بيانات المفوضية فإن 24 مليون عراقي يحق له التصويت يوم الاقتراع، فيما بلغ عدد من تسلم البطاقات الانتخابية 17 مليونا أي بنسبة 70%، وهو ما يضفي طابعا إيجابيا حول المشاركة أو على الأقل تقليل التزوير والتلاعب بالنتائج.